مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج لورزو، البرنامج اللي بيسلط الضوء في كل حلقة على ظاهرة ومشكلة مرتبطة بعالم الرياضة في تونس. اخترنا اليوم باش نحكيو على مجموعات الألترا أو الجروب الألترا، مجموعات مثيرة للجدل سواء كان ذلك إيجابا أو سلبا. حكينا مع شباب انتموا أو ينتموا إلى هذه المجموعات وسمعنا مشاكلهم سواء كان ذلك داخل مدارج الملاعب الرياضية أو خارجها. مجموعات الألترا هي مجموعات مهمتها بالأساس هي التشجيع. كل جروب يشجع فريق الرياضي المفضل حسب مبادئ عقلية الألترا. حكاية هالمجموعات بدأت في البرازيل عام 1925 مع أول مجموعة ألترا في العالم واسمها التورسيدا. من عام 25 إلى يومنا هذا والتورسيدا متخلاوش على تشجيع فريقهم المفضل فريق ساو باولو البرازيلي. في الخمسينات وصلت ظاهرة مجموعة الألترا لأوروبا وبالتحديد كرواتيا، وينكون مجموعة من مشجعي فريق هايدوك سبليت مجموعة التورسيدا اتباعا لاسم نفس المجموعة اللي ظهرت في البرازيل. ثم انتشرت العديد من المجموعات هذه في إيطاليا واليونان وفرنسا حتى لين وصلت عقلية الألترا لتونس في 2002، وقت اللي تكونت مجموعة الألترا المكشخين اللي أعضائها يشجعوا الترجي الرياضي، وكانت هالمجموعة الأولى من هالنوع في العالم العربي والإسلامي. مشينا نتعرف على أعضاء من هالمجموعات الموجودة في تونس وعلى مبادئهم ونشاطاتهم في الستاد وخارج الستاد، وسر علاقتهم المتوترة مع رجال الأمن من جهة ووسائل الإعلام من جهة أخرى. واحد من الأول مغروم بالجمعية، معنا يمشي كل جمعة للستاد من الصغرة، مدي واحد عمره 11 سنة 12 سنة في الحومة نمشيه صغار هكذا. بالوقت تلقى فم عباد غرم الانستغرام ومشيت على رواحة، نلقى روحي قعدت وحدي معناه نمشي مغروم بالجمعية، كل طرح نمشي كل ديبلاسمون نمشي. بعد جيت بشوية بشوية قربت الجروبات الالترا هما، قلت علاش لا، معناه الغرام متاعي مع على الجمعية معناه نزيد نقطر ونقويه مع في وسط جروب خير من لي وحدي نمشي معناها وحدي، فهمتي؟ اون جروب يولي خير الغرام معناها يتقدم معناها نولي افونس اكثر. دخلت في وسطهم بشوية بشوية، نلقى روحي بتبعتي دخلت في الريتم بتاع الجروبات من غير ما نشعر، من بعد وليت اوفيسيلمون في وسط جروب معناها وليت غرام اون جروب، ما عادش غرامي وحدي معناها في الستاد. وقت كيدخل الجروبات اتعلم برشا حاجات معناها، تعلمت لي فما كولكتيفيتي، فما برشا خدمة اون جروب صحاب، تعلمنا معناها نعملوا على بعضنا مش واحد بركة معناها يعمل كل شيء وحده، ولات كل فامي معناها الجروب، فهمتني كيفاه؟ نقعدوا مع بعضنا كل شيء نتفاهموا عليه مع بعضنا، ما نعملوش رأي واحد. تعلمت لي تلقى أصحاب في الشدة، تلقى أصحاب تمشي معاك، تلقى أصحاب في ظهرك بالرسمي، تعلمت برشا عشرة برشا حكايات من جوال ذاك معناها. من الآخر كله سبري فاميليار معناها، بتاع كوليكتيفيتي بين جروب وكل شيء مع بعض، والجروب يجمعنا معناها كلهم نفس الغرام معناها، نفس كلنا نحبوا نفس الحاجة معناها، نفس الأوبجيكتيف نفس الحكايات اللي عندنا، دونك باش تلقى روحك مرتاح في وسط جروب. ممكن تشوف هي علاقة متوترة بين المواطن كالعادي معناها، حتى يجي في الشارع ومعاون الأمن مش مربوطة بين احنا بركة، مي احنا خاطر الجروبات الألترا معناها كولكتيف أكثر ويتلموا معناها سوليدير معناها مع بعضهم برشا، يمكن هذيك الحاجة اللي تخلي الأمن ما يحبهاش الحكاية هذيك معناها، يحبونا ما يحبوش حاجة تقوى عليهم ولا ما نعرفش كيفاش. وفهمت شنية هي فما كي تجي تخمم في اللي باز معناها لي بيوت اللي عندنا واللي سوبجيكتيف والمبادئ اللي نعملوا فيها احنا، ما عاد تقلقهم الجمله. ماناش اونتي ميديا معناها 100% معناها، مي احنا حكايتنا احنا نحبوا معناها جمعيتنا نحبوا نمشيوا للستاد، عندنا غرام عندنا حكايه نحبوا نعملوها بلوس للجمعيه اللي نعمل نحبوها معناها. ما عندناش اوبجيكتيف باش نتشهروا ولا باش نوصلوا روحنا للميديا كوم ستار ولا نعملوا في مزية ولا ما عارف كوم ستار باش نتكبروا، جست هكا كنحبوا معناها جست نعملوا حاجة اللي نحبوها احنا بينا بين روحنا مش بين الميديا. وفيه فما حاجة أخرى على الميديا بالذات معناها، اللي الميديا وقت اللي تعمل حاجة مزيانة نحنا نعملوا حاجة مزيانة، نعملوا فيستيفال معناها، نعملوا جو في الستاد، نعملوا أمبيونس، يجيوا معاك بالباهي يوريوا يقولوا عليك حاجه باهي. وقت تصير حاجه معناها خايبه يقولوا يجراو شغبي راهو ما نعرفش عنف راهو تصير، هي اللي جات هذيا معناها في اي بلاصه مش في استاد بركه،
ما يجيكش يسألك السبب ويديريكت يعطيك الكلات معناها نيجاتيف على الاخر يجي معاك دونك ما تنجمش تمشي معاك في البيه يجي معاك ويقول عملت البيه في الخارج ما يسألك ديريكت يبدا يكلاشي فيك على في الميديا ميم با يعرفوا الاسباب شنيا ميم با درا شنيا ديما احنا الغالطين ليزولترا غالطين كل شيء هذيك مشكله مع الميديا هذا مشكله كبيره برشا معناها احنا نحاول ان شاء الله نوصلوا معناها نوصلوا حتى ل 50% من اللي يعملوا في الاوروب نقعد تحب ولا تكره ما زلنا ما عندناش برشا ميم با اقدم جروب في الترا في تونس عنده 10 سنين معناها كي تجي تشوف في الاوروب تلقاهم عندهم 80 90 سنه معناها حتى ما زلنا في الديبيو معناها حتى هما في الاوروب توا نشوفوا فيهم كيفاه نتصور 10 سنين التالي ما كانوش معناها في النيفو اللي احنا نشوفوا فيه توا نحبوا نوصلوا لهم معناها ما زلت نستنى فينا برشا خدمه وبرشا معناها كولتور جديده لازمها توصل للبلاد وتوصل للميديا توصل للامن كما قلت انت معناها خاطر عندنا برشا برشا مشاكل يمكن تصلح بالوقت خاطر منزلنا برسك جدد والله عملنا جروب احنا الترا اول فكره هذه جات ديجا في مارس 2014 باش تبدا يعني جمهور الناس كل تبدا حاجات اكثر منظمه في يعني جروب دو سوبورتير يبدا في سورتو في لي ديبلاسمون في حمل خرجوا لي برودوي في الغنيات كل شيء يبدا منظم يعني اكثر من قبل الحاجه هذه لقد في صحيفه صدي يعني ناجح في وسط البلاد وسان دو لافيل والجروب يعني لقى نجاح وسان دو لافيل وسان دو كلوب الناس كل سمعت بينا فرحت بينا من الاول خاطر ماهيش اول تجربه احنا ديجا تاع جروب اما يعني من بعد عام ونص براتيكمون خدمه تسمى انا كنت حاضر بلوز موان في الجروب الكل فيو فماش برشا يعني جمهور في حملنا في لي جون 200 بيرسون كل جمعه يعني نشوف فيهم في الاستاد لقى نجاح كبير ذات تسمى اكثر جروب لقى نجاح مع قبل يعني في الجرين انجلز الماجيك فان كان عنا يعني هو الاولاني يذري بالكل وتو ذا جروب نارو جلاديتورز لقى نجاح كبير يعني لي جون تبعوا مع الريزولتا اللي تبعوا عامني ولا مع لي مويان اللي تحسنوا اكثر شويه من قبل لقينا يعني خرجنا المراو المره الاولى مراو كيم تاع حموده هوني بالكابوش خرجنا من بعد مراو النصيد كشكوليت عملنا الغناء خرج سي دي عنا 3 شهر يعني في الصيف مع وقتها في الكادو فينال كوب كولتر اسبيرانس الناس كلها تتابع قبل كل ديبلاسمون ولا كل كوميونيكي كل شيء يبدا منظم يعني كيكو سوا في ديبلاسمون كيفاش العباد باش تتلم كيفاش باش تتقابل يعني ساعه ولا ساعتين في يعني في عند الفريق المضايف كيفاش ندخلوا نعلقوا دربواتنا نبداو منظمين كل شيء منظم يعني حتى سافاسيليت نعاونوا احنا البوليسيه لجان التنظيم تاع الجمعيات اللي المضايفه بحذاهم يعني سي كو دي بينيفيك في الحمل حاجات باش حاجات بوزيتيف كما قلت لك وليت حتى الجواريت احنا نشوف حملنا تو كي خرج السي دي الناس كل فرحانين بينا يراو فينا معاهم يعني بارتو في تونس كل من بزاف بلدان براتيكمون ترى انت زاد كيف دي شوز كي سافي بليزير يعني تشوف مثلا جواريت حملنا بو امبورت في الكار في يعني في الكراب نتاعهم كل يوم ماشيين انترينمون السي دي نتاعنا يشجعوا فينا وكل شيء في ليسونس انترينمون بارتو يعني الحمد لله ربي بو لانستون يعني ماشيين في ثنية صحيحة هو الموفمون اولترا هذايا فيه هو ما عندوش ديفينيسيون صحيحه معناها ما عندوش ديفينيسيون اكزاكت فيه دي برينسيپ لازمنا نحترموهم اول حاجه تعلمنا كلنا نبداو يد واحده معناها نهزوا بعضنا نقولوا احنا بلغتنا وثاني حاجه معناها نحن اوني دي انديبوندون معناها فيزافي دو كلوب دو بيرو معناها على رواحنا فينانسيرمون عندنا لوتو فينانسمون اللي نعملوه بينا وبين الواحنا ما نطلبوش يزيد المساعده لحتى حد جروب مع بعضنا سوليدير ما اوني با نومبرو اما سوليدير المهم نبيعوا لي برودوي نتاعنا نعملوا سي دي وخرجناه وبعناه نجمو ندخلوا الفلوس باش نجمو نعملوا برودوي جديد نجمو اون ديبلاسمون نحسنوا معناها في الديبلاسمونات في المشي في كل شيء نمشيو لوتيل نمشيو قبل البليله معناها تعلمنا نصرفوا الكل مع بعضنا وعندنا الكيسة متاعنا متاع الجروب وتعلمنا حاجة أخرى زادة اللي هي معناها نحترموا الجمهور المنافس الألترا الأخرين لزولترا معناها نحترموا نقابلوا قبل ليلة الماتش نعملوا علاقات طيبة مع الناس الكل معناها أبريتو كل واحد في كيبو صحيح أما معناها عبارة معناها عائلة واحدة احنا عائلة كبيرة عبارة عائلة كبيرة مع بعضنا جروب معناها عاوننا برشا قربنا برشا لبعضنا اون ديبلاسمون نبداو ديما منظمين بون لوبجيكتيف الاولاني نتاعنا هو اللي هو معناها نشجعوا جمعيتنا معناها لا فيولونس لا حتى شيء معناها ما غير فيولونس نشجعوا جمعيتنا لوبجيكتيف الاولاني نتاعنا ديما توجور بريزون
انا بو امبورت نلعب ا دوميسيل على اكستيريور فويتر توجور بريزون ديما مع جماعتك. فماش هذا اكسكيوز ما تنجمش تجي وعندي امبيشمون، لازم ديما حاضر مع الجروب نتاعك خاطر سينو. وعندنا الكابو نتاعنا بالطبيعه، الكابو نتاعنا يحكم فينا اللي هو شيف دو جروب، نقولوا احنا الكابو خاطر هو الموفمون بدا في ايطاليا، دونك خذينا منهم الاسم نتاع الكابو. عندنا الكابو نتاعنا هو يعطينا، مش ينوزر دون دو فير دي شو زعما، يعطينا معناها شنو نجمو، معناها يحاول ينظم اكثر، يورغانيزي اكثر، يكوبيري ما بين العباد معناها بين لي مومبر. وعملنا دي جرين كارت زاده، هذوما لي مومبر عملنا لهم دي كارت، كل واحد الكارت نتاعو باش يبدا هو معناها تيتولير. شباب في حاجه الى اشكال من التنشئه الاجتماعيه، والتنشئه الاجتماعيه هذه تعطي لهؤلاء الشباب هويه، تعطيهم حركه، تعطيهم تجربه، تعطيهم موقف من وجودهم، تعطيهم موقف من الاشياء اللي يعيشوا فيها، واساسا موقف من عالم الرياضه وعالم كره القدم على وجه الخصوص، وتحطهم في حاله اختبار مع انفسهم، في حاله تحدي مع انفسهم، تحدي مع الاخرين بمختلف يعني تفريعاتهم، مع الامن، مع السلطه الرسميه للنوادي يعني الهيئات التنفيذيه للنوادي، مع الجماهير المنافسه، مع اللاعبين، مع كل ما يحيط بعالم كره القدم، مع الاقتصاد في كره القدم، البزنس في كره القدم، الاعلام في كره القدم. فهذا تجربه الالترا هي تجربه فريده للشباب، لانها تضع الشاب كما قلت في موضع اختبار كبير ياسر، وتعطيه معنى للمرحله العمريه التي يعيش فيها وللتجربه التي يعيش فيها، فيصبح عنده هويه، عنده مرجعيه، عنده طموح، عنده مغامره، عنده تحدي، دونك يحب يعيش التجربه، وعنده ايضا انليان سوسيال كبير مع الناس اللي معاه، لانه ما ننساوش انه نحن نتكلم على تجربه الالترا، صحيح هي تجربه فرديه لكن هي ايضا تجربه جماعيه في نفس الوقت، هي الفرد مع ذاته والفرد مع الاخرين، يعني الناس تتحرك في اطار مجموعه، يسافروا يديبلاسوا كما يقولوا هما مع النادي في شكل مجموعات، يحضروا كل ما يتعلق بالاحتفاليات على يوم المباراه كيف مع المجموعه، اذا ثم مشكل فيعيشوه بشكل جماعي. فهي تجربه فيها يتفاعل الفردي والجماعي بطريقه غير عاديه، وهذا ما يعطي لهؤلاء الشباب الرغبه في الانتماء لهذه المجموعات وانهم يعيشوا هذه التجربه يعني بكل معانيها. طبعا يلزم يحمل العقليه، عقليه المجموعه التي ينتمي اليها، يصبح يدافع عن مبادئها، ويعطي من روحه، من ماله، من وقته، من تجربته، من جهده، من اهتماماته للجماعه. دونك هو شكل جديد من اشكال النضال بين الظفرين او الالتزام بشيء معين. دونك هذا اللي يخلي انه الشخص يتغير، اولا مع محيطه العائلي، يتغير ايضا حتى مع اصدقائه القدامى شويه، يتغير في سلوكه اليومي، في طريقه اللبسه نتاعو، في الاغاني اللي يحملها، في نظرته للمجموعه، في نظرته للمدينه اللي يعيش فيها، للنادي، الى غير ذلك. وبالتالي هي فيها اضافه كبيره. هذاك علاش الناس الشباب اللي ينتمي للمجموعات هذه ينتمي، اولا يدرك ان التجربه فيها من الثراء شيء. بون ديجا هوني في تونس تختلف برشا يعني العقل، ديجا في سيت اون كيسيون دو مونتاليتي، فهمت انا نشوف اقرب الناس لينا باغ اكزومبل في فرنسا ولا في ايطاليا بو امبورت، ديجا فينونسيرمون ما نجموش فيو يعني فيو ماناش يعني نومبر في تونس هوني تحتكر الجمهور باغ اكزومبل هوني في العاصمه على جمعيتين، فهمت على لي زيكيب دو بونيو يعني على ليميت تلقى من عشا دوميسيل في لي جون، احنا في الجروب كل جروب يحتوي على 100 200 عبد، يعني ديجا فينونسيرمون ما نجموش نقاوموا كيما البر. وهوني زاد كيف في تونس عندنا شويه القمع يعني نتاع البوليسيه جينيرالمون ما عادش يقبلوا، احنا شفنا يعني امثالنا مع خيانة في الترجي في الكلوب ثلاث اربع سنين تالي كيفاش نحاول الجروب يعني دانس الكوب، فهمت البرا يلبيز اكثر ويحكيو عليهم. ديجا انا جو رابيل في باريس سان جيرمان كيفاش جاي البلون لو برو هذاك 2011 نحى 13000 ابوني في فيراج اوتو، يعني حاجه كبيره قامت عليها فرنسا قعدت يعني بالميري دو باري، يعني فرنسا الكل يعني سمعت بها، فهمت في تونس صعيب شويه الحقيقه، بعد عليهم برشا فينونسيرمون، تشوف انت الدخلات يعني وصلوا في سويسرا في بلايص متقدمين في اليابان حاجات 3 دي يعني تاع فريمون يلفو يعني برشا 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 فلوس، فهمت تونس انا نتبعوا شويه
اون فادير اغينست مودرن فوتبول في تونس عندنا شويه الميكروفون شويه يعني اون ديبلاسمون كي تلقى لي ستاندار الحاجات يعني بون تاع قبل كيما نقولوا احنا لي موفون الترا دوما طلعوا فهمت حاجات باهيه قديمه وكلاسيك اما حاجات باهيين اولد سكول كيما قال حمود اما صعب شويه الاوروب بعدوا علينا شويه الحقيقه اونكور هما في الاوروب راهو قاعدين يلقاو في برشا برشا قام ما عادش قاعدين يتقدموا يعني برشا جروبي تشوف خذيت انا باغ اكزومبل بي جي وفي فرنسا اللي يتقدموا بشوي بشوي في سانت اتيان في مارسي هذوما اللي عندهم لي غرو كلوب في لانس ستراسبورغ انا ريت كنهار ديفيزيون 4 36000 ابوني يعني حاجه في الستاد دو مينو حاجه مش نورمال يعني سي فا دو بعد علينا شويه الحقيقه انا حتى كي نشوف يعني قلت لك انا في لي كلوب نتاع يعني لي دو تخوا كلوب الكبار تاع تونس اللي عندهم قاعده جماهيريه كبيره اي اونكور يعني فينونسيرمون ماهمش قاعدين يقاوموا فهمت صعيب شويه الحقيقه بعد علينا برشا برشا توا من بعد الثوره سورتو اون ديبلاسمون عندنا مشاكل كبيره برشا اللي هي معناها عدد جماهير الفرق المضيفه هذيك مشكله اول حاجه ساعه ما يدخلوناش في الستادات معناها لابس البرودوي ولا ماكش لابس بون تابع الموفمون معناها غادي وين معناها تابع الالترا ولابس البرودوي معناها ماكش باش تدخل حط في مخك ماكش باش تدخل وهذا كان دخلنا ندخلوا معناها نقولوا احنا اربع من الناس معناها وريبريسيون كبيره ريبريسيون بوليسير بالطبيعة واحنا كموفمون الترا صحيح نشجعوا جمعياتنا كل اما زيد معناها اون ان تران دو لوتي كونتر لا ريبريسيون بوليسير نقصت شويه هي المحاله معناها توا نجموا ندخلوا الباش نتاعنا فور اكزومبل ونعلقوه اما مثلا ما نجموش نشجعوا على طريقتنا الخاصه مثلا الميغافون مثلا ما يدخلش رولويت ما يدخلوش معناها حاجه بسيطه برشا لي فوميجين ما يدخلوش هذوكم نون بارلون با كان يشدوك معناها عندك ولا مخبي ولا حاجه معناها احنا اون برون با دو ريسك باش ندخلوا معنا خاطر نعرفوا اللي يهزوه من بعد شنو يصير فيه معناها برشا حاجات في اوروبا يخليهم يدخلوا احنا هنا لا معناها انت اذا دخلت هكاك معناها تحمد ربي دخلت الاستاد وخلي عاده كيما يخليوناش نشجعوا على طريقتنا الخاصه معناها تنجمش تغني تنجمش تغني كيما تحب انت يسكتوك اجا من هنا اقعد من هنا كلمه اخرى نخرجك معناها ما لقيناش شكون باش نمشيو معناها ما لقيناش شكون ما لقيناش شكون يحامي علينا ما لقيناش باش نكون انا صريح معناها هو الجروب تعمل معناها على فكره ما بيني انا وصاحبي محمد هذايا ولد حملنف كنا قاعدين معناها نهار في القهوه قلنا علاش ما نعملوش جروب وعلاش ما نتلموش ولاد حملنف كبار وصغار نعاونوا بعضنا من بعد كلمت معناها الاولاد الكل ويجا نتلموا في طاوله واحده ويد واحده نبداو ونشجعوا بعضنا وجمعيتنا وهذه معناها ونحميو عليها وكل اجا كلمت خويا وكلمت صحابي وكلمت ولاد الكل ما نجم نقول انا اثرت عليه شويه بالرغم اللي انا اصغر منه معناها سن اما تبعني معناها تبعني شويه نتذكر ان الاجتماع الاولاني اللي عملناه في الجروب تاعنا كما قال هو في قهوه كنا يذلي بين 15 و20 عبد شوف توا يعني جينا اون باد ليشيل معناها جينا شويه بشويه توا وصلتوا؟ توا وصلنا اكثر من 200 اكثر من 200 ممبر وولاد صغار قاعدين يتبعوا الحاجه خايبه اللي عندنا جينيراسيون جديده طالعه صحيح من الروليف احنا توا كيف ناخذوا على جينيراسيون عندنا برشا عبيد من المشكله توا في تونس تدخل الاستاد داخل من 15 سنه ما تنجمش تدخل يعني انت يعني برشا اجيال واجيال قاعده تضيع في الباسيون تاع الكوره فهمت يعني انا دورت صعب شويه كما قال هو زاد باش نزيد ناكد اون ديبلاسمون مازال كي سفرنا دو سمين في قروين ولات سيليكتيف الحكايه نتاع تدخل عندك 30 عبد تدخل حمل كيك صار قانون قالوا فما 10% نتاع طاقه الاستيعاب ملعب يعني الجماهير المضيفه عنده حق تدخل مانيش قادر فيها لانه القانون عنده شهر ونص مشينا اون تروا وكات ديبلاسمون مش قادر فيها مشينا لدومي فينال في جيبس وفينال قروين مانيش قاعدين نراو فيها ومشينا لسبيرونس دينيرمون 43 تالي ولات سيليكتيف الحكايه لان خلقت حساسيات ما نكذبش عليك بين احنا في الجروب يعني يقول لك انت حملف عندك 100 تذكر اللي مش تدخل 50 عبد بون العبيد هذوك جمهور عبيد كبار وكل شيء وعبيد قاعده تعاون تنجم تدخل ملي يجي يعاون او العام تنجم تدخل صارت مشاكل كبيره الجمعه اللي فاتت في الحكايه هذيا بعد جيك انت في جروب تاعك عندك 220 منخرط كيقول لك باش تختار كان 50 واحد يعني كنت اخلق حساسيات تقولي سي فلان يدخل ولد فلان ما يدخلش يعني خلق حساسيات يعني اشتر العبيد في استاد اشتر العبيد اشتر العبيد يعني خارج ملعب اذا يعني فهمت شو حطيب شي حسني فيه بعد اخر ولينا نشوفه يعني جماعة من بتاعنا يدخلوا مع الجماهير المضيفة وتعرف انت وليت في تونس كل الحقيقة بون كيما قال هو يعني انا حبيت نوريك من بدايه الجروب لاخر الجروب تو تشوف 220 من خرجت
يعني تلاحظ اللي لقى يعني صداع به الجروب نتاعنا، ان شاء الله نكملوا هكا، ان شاء الله يعاونونا هما السلطات والجامعه واللي داير بالميليو فوتباليستيك كل في تونس يعاونونا باش يرجع، خاطر الحقيقه اوني اون تران دو توي يعني الموفمون الترا في تونس، خاطر اون كونفون افيك لي موفمون لي غان في تونس، يعني كل ما قلت كلتر يقول لك هذه تاع فيولونس تحت يد سنة غينا باق ما عرفت كذا حبيت فناتيك حتى تبقى جمعيات اولاد صغار يعني شباب تونس ان شاء الله يعاونونا واحنا اوني توجور لا يعني عاونونا ما عاونوناش بيحكمونا موجودين بيحكموا على جمعيات. اول حاجه معناها ما تدخلش ديريكتومون، معناها انا قعدت تبع في الفيراج وقعدت تبع في الموفمون، كي شفت عليها الموفمون وكل شيء عرفت روحي معناها نجم نزيد فيها حاجه معناها باللي زيدين نتاعي، خاطر معناها نفكر مع اللي درس كلوبيس، خاطر معناها الجروب الوحيد معناها بنشوف فيه في تونس اللي هو معناها يمشي باللي برانسيب تاع الزولترا اللي حطوهم تلين معناها اللي 10 سنين 11 سنين تالي. تعلمت معناها الريسبونسابيليتي، تعلمت معناها اللي المادة اللي قاعد نسمع فيه معناها في لي ميديا وكل شيء يقول لك الزولترا سون دي كريمينيل وكل شيء. انا معناها باللي برانسيب باللي برانسيب اللي تعلمتهم اللي الزولترا معناها عندهم ديما بيوت معناها باش يحكيوا فيه، ديما عندهم هدف معناها من تشعيل الافلام ولا حاجه. اللي خلينا بعد ما نجي لوبورتينيتي معناها باش نطلع على اتخونجي، وبعدت معناها بوندون 11 موا ما قعدت اديرون من بعيد معناها نتبع ونسال على الاولاد نحكيو مع بعضنا، قعدنا كيما فاميلي معناها مع في بعضنا. اللي ناقصنا برشا انكادرومون معناها لازم برشا انكادرومون، المونك نتاع الفلوس معناها، ومعناها ما تعملكش ماكش تلقى التشجيع معناها، خاطر ديجا معناها في الاوروب عطينا مقدرة مش مات زولترا. وفي تونس معناها معناتها سون كلاسي معناها كوم دي كريمينيل كوم دي تيوريست معناها، كي تشوف في مصر عيطوا لهم البلطجيه مصنفينه معناها كانهم ارهاب معناها، وفي تونس عصابات مسمينه بيرود ريبريسيون. خويا انا قداش مره خويا نحن في صد المرسى تو هنا قدام مره نتهز هكاك من الصف معناها ما حتى شيء، مره على التيكي نتاع المرسى داخل بها وعلى الكابوش معناها وبرشا حاجات، حتى في القبه معناها سنتور و سنتي تقول داخل المطار معناها داخل الاستاد في القبه تقول داخل المطار سنتور وفلوس على جنب كوتي والصرف ما يدخلش وديما حاسس لك وارد تدخل حدك الحق تدخل كان مفتاح كهرباء معاك. العلاقه المتوتره لانه الالترا معنى انك تكون انت في الاكستريم في كل شيء، في حبك للنادي في التظاهر من اجل النادي، يعني في انك انت تتجاوز الحدود المعمول بها ربما تتجاوز القانون تمارس العنف. طبعا الطرف الآخر الأمن يمثل هو كالحاجز هو كالرافض هو كالطرف اللي ما يخليكش توصل بالتجربة إلى مداها. دونك الأمن يحب يخليك شخص عادي مناصر عادي، في حين أنه انتمائك للإلترا على أساس أنك أنت مناصر غير عادي، بين العادي وغير العادي تصير المشكلة هنا بين الأمن وبين مجموعات الإلترا. هما ضد ما يسمى بالفوت بزنس بشكل عام، ها؟ فوت بزنس يعني بمعنى الصفقات الكبيرة، الشركات الاقتصادية الموجودة والصناعة هذه تاع كرة القدم، المسؤولين الكبار اللي يعتبروا أنه حبهم للنادي هو حب من أجل المصلحة، وبالتالي إذا كانش هما حبهم وكأنه حب عذري، وكأنه حب عذري بمعنى أنه ما وراه إلا حب النادي فقط، هذا على الأقل في مستوى التفكير في مستوى العقلية. الإعلام نفس الشيء، لأنه الإعلام أيضا الإعلام يمثل الأمن، لأنه الإعلام أيضا في أغلب الأحيان يندد بالعنف اللي يمارسه المجموعات هذه، ما أعطاهمش القيمة التي يحتاجونها بالشكل المناسب، وبالتالي الإعلام أيضا هو لإظهار اللعبة وإظهار شأن التوجه هذا بتاع مجموعات الإلترا، في حين أنه مجموعات الإلترا لا تحتاج إلى 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 وسائل الإعلام لأنه عندها طرقها في تبليغ صوتها في تبليغ تجربتها في تبليغ الأشياء اللي تحتفل بها في الملعب وخارج الملعب. نجوم هم ما همش مفصولين على المجتمع، هم بالعكس هم في عمق الأحياء الشعبية في عمق مجتمعهم في عمق المشكلة، وربما في الوساطة ما بين الأمن بشكل عام وبين المجموعات هذه، لأنه تقريبا الصدام هو بين الطرفين هذول. صحيح ثم صداعات أخرى مع مسؤولين على النوادي وكأنهم هما كونتر بوفوار في النادي، ولكن خاصة في المشكلة تطرح مع الأمن بشكل خاص. هذه المفروض أنه تتغير برشا أشياء. أولا الاستقبال في الملاعب مهم جدا، لابد أن يتغير.
لانه مجموعات الالترا على ماذا تحتج؟ تحتج على كل ما يتصل بممارسه عمليه المناصره، بمعنى من لحظه الدخول الى الملعب او من لحظه اقتناء التذكره اولا، الدخول وانت في طريقك الى الملعب، عمليه التفتيش اللي ربما هم يقولوا انه ثم اهانات كبيره، انه ثم طرد من الملعب، انه فيه حواجز عديده، يعني ثم انكوي ماهوش به، استقبال غير لائق. في نفس الوقت هذا طبعا يزعج مجموعات الالترا ويشنج الاجواء. في نفس الوقت الامن يقول لك انه مجموعات الالترا ايضا هم ناس يحبوا يبثوا الفوضى، وعندهم الشماريخ، وعندهم كل وسائل العنف، وهما مستعدين في كل لحظه باش يخلونا نخدم على روحنا ونمارسوا العنف. دونك يقلقوهم، هو اي امني مضى به المباراه تتعدى في ظروف جيده، لانه اقل جهد واقل معناه تشنج واقل تعب واقل حتى اقل خطوره ايضا. فاللي ممكن يشكل خطوره بالنسبه للامنيين حتى ممكن يضربوا ويتشنجوا يعني الى غير ذلك، ترى يصير في مطاردات للمجموعات، هو اساسا مجموعات الالترا. فلابد انه نلقى شيء تجاوب بين الطرفين او وساطه بين الطرفين حتى نعاودوا اعاده تشكيل عمليه الدخول الى الملعب. ما هي حدود مجموعات الالترا؟ ما هي واجبات الامنيين زاد ايضا في هذا الاتجاه؟ كيف يمكن انه يكون فيه تعامل مبني على الاحترام بين الطرفين؟ زاد هذا ايضا مهم جدا. وفي نفس الوقت مجموعات الالترا تمارس طقوسها، دونك لابد من الاتفاق حول هالباكج هذايا، وهذا ممكن جدا، يعني ممكن جدا حتى نخفف الوطأة ونخفف التشنج بين الطرفين ونخلي الملعب صديق المجموعات الالترا وصديق المناصرين بشكل عام وصديق المستهلكين للعبة كرة القدم مثلا، وهذا لفئة الأمنيين وفئة المناصرين او مجموعات الالترا بشكل خاص. إن شاء الله تكونوا أخذتوا فكرة كاملة على مجموعة الألترا في تونس. حلقتنا اليوم ببرنامج الأرجو الفات، نتقابلوا الجمعة الجاية في أرجو جديد وموضوع جديد.